بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تعلمون جميعا أننا أمرنا بإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. نعم، من أحيا أمرهم الجائزة المتبادلة المتكافئة أن يحيي الله عز وجل قلبه أيضا، الجزاء من جنس العمل. الآن ذكر أئمة أهل البيت عليهم السلام في محله في مناسبات وفيات استشهادهم ومواليدهم نذكره، ولكن نريد أن نعرج على ذكر شخصية، هذه الشخصية إحياء ذكره مما يدخل السرور على قلب أئمة أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو جدهم الأعلى أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق عليه السلام ينقل رواية ملفتة، يقول: كان علي يعجبه أن يروى شعر أبي طالب. طبعا عندما علي عليه السلام يلتفت إلى والده لا بدافع الأبوة المجردة، لأنه يعلم أن أباه ظلم كما ظلم هو. هكذا ينقل أن علي عليه السلام ظلم منذ طفولته. كان أحد إخوانه لعله عقيل كان فيه مثلا رمد أو ما يشبه، كانوا يجعلون الدواء في عين علي وهو سالم حتى يرضى أخوه بالعلاج مثلا. يعني منذ أن كان صغيرا كان مظلوما إلى أن قتل في محراب عبادته. ما أشبه الوالد بولده أبو طالب الذي يسمى بمؤمن قريش. هذا الرجل كم نعم تجاوزه التأريخ، وإن كشف الزيف رحم الله، وبقي أبقى العلماء من علمائنا من بقي منهم أكثر من الكتابة حول إيمانه، وذكروا الروايات الطاعنة وبيّنوا زيفها وكذب رواتها. راجعت هذه الأسانيد، نعم مفضوحة، أسانيدها مفضوحة. أرادوا النيل من أبي طالب حسدا لولده. الذنب كما يقال ذنب علي بزعمهم، أرادوا الانتقام من ولده بدعوى أنه كان غير مؤمن. أولا أبو طالب، أنا عندما وصلت إلى هذه الرواية رق قلبي له. سجن طبعا النبي وأبو طالب ومعه أهل بيته، حبسوا في شعب أبي طالب. عندما تذهب الآن إلى مكة يقولون هذا هو شعب أبي طالب، أصلا اسمه شعب أبي طالب. هكذا في النقل سجنوا أو حوصروا 3 سنوات. طبيعي هذه المقاطعة، هذا التحريم كما يقال، أوجب أن يأكلوا أوراق الشجر، وفيهم من؟ فيهم رسول الله وأبو طالب الذي أنا رأيته لأول مرة. أن أبا طالب مات وهو في شعب أبي طالب في السنة 10، نعم، من الدعوة النبوية. النبي يرى عمه وهو يموت دفاعا عن في ذلك الشعب. عندما رفعه علي على السرير مع
بعد أن توفى أبو طالب اعترضه النبي، يعني وقف أمام الجنازة وقال: نعم وصلك رحم وجزيت خيرا. نعم، إلى أن قال: فلقد ربيت وكفلت صغيرا، إلى أن يقول: أما والله، هذا النقل في التأريخ، أما والله لأشفعن لعمي. هذا جزاؤه الصبر في ذلك الشعب أكل ورق الشجر، يقول: أما والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين. يعني هذا الرجل يستحق هذا التكريم، ويكفيه فخرا أن أبا طالب جعل رب العالمين في صلبه مثل علي. أنا كذا أتخيل، ليست برواية، أتخيل تخيلا جميلا، ما المانع؟ يعني يأتي شيخ البطحاء يوم القيامة في عرصات القيامة، وأئمة أهل البيت يقولون: يا جداه يا أبتاه، كم يفتخر علي يقول: يا أبا، والحسن والحسين والتسعة من ذريته يقولون: يا جداه، كما يقولون لرسول الله. كم يرفع رأسه أبو طالب افتخارا بين أهل المحشر. نعم، لهذا يقول: لأشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين. هذه لمحة عابرة من بعض ما ينقل. طبعا المنصفون من العلماء، من المؤلفين، من الأكابر، منهم ابن أبي الحديد ينقل في شرحه على النهج: والله ما مات أبو طالب حتى أعطى رسول الله من نفسه الرضا فشهد الشهادتين. والكتب كما قلنا مليئة بهذه المضامين. من المواقف المؤثرة في حياة هذا الرجل العظيم: جد الأئمة النجباء، هذا لقبه، هكذا نلقبه. عندما برز النبي، قلنا أبو طالب توفى في السنة العاشرة، يعني واكب النبي في 10 سنوات، عمر يعتد به. هكذا قال للنبي أن قومك، طبعا هم طلبوا من أبي طالب أن يأذنوا بقتله، هذا خرج من ديننا، لا يتجرؤون على قتل النبي مباشرة. ما أقبحهم وأجرأهم، قالوا لأبي طالب: إذن لنا في قتله. النبي صلى الله عليه وآله لو لم يكن في ديوان النبي إلا هذه الجملة كفاه. ماذا قال؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر. النبي ما صار نبيا إلا لإصراره على طريق الهدى، إلى أن قال أبو طالب عندما رأى إصرار ابن أخيه قال أبياته المعروفة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، إلى آخر أبياته التي تطفح بالإيمان والدفاع عن النبي الأكرم: وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. هذه المضامين ألا تكفي للاعتقاد بإيمانه؟ نختمها بجملة صادقية: أنا أتكلم عن أبي طالب، قلبي يحترق على ظلامته، وأنت كذلك، فكيف بذريته؟ فكيف بأئمة أهل البيت؟ لأن بعض الروايات المختلقة على رسول الله انتشرت في زمانهم. المهم، الإمام الصادق عليه السلام ينقل رواية حديثا قدسيا:
يعني رب العالمين يخاطب نبيه: إن ربك يقرئك السلام. واقعا هذه الجملة أيضا معبرة، لو أن عالما بلغك السلام أو أوصل إليك السلام كم تفرح، فكيف بإمام زمانك، فكيف برب العالمين. إن ربك يقرئك السلام. ويقول: إني قد حرمت النار. لعل هذه الرواية تفنيد لهذه الأباطيل. رب العالمين يعلم ماذا سينتشر في الأمة من الباطل. حرمت النار على جمع، على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك أو كفلك. فالصلب صلب أبيك عبد الله، والبطن الذي حملك فآمنا، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب. الأم آمنة، والوالد عبد الله، والكفيل أبي طالب. هؤلاء بلغوا من الإيمان ما بلغوا، حتى أن إمامنا الصادق عليه السلام ينقل هذه الرواية: اللهم ثبتنا على ولايتهم، واحشرنا في زمرتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم اشهد علينا بأننا ذكرنا أبا طالب بخير، فأنلنا شفاعة ولده علي بن أبي طالب وذريته، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.